أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مولدوفا وإيجاد آلية للتشاور بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، أكد شكري أن المباحثات تركزت على علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. على ثلاثة اتفاقيات، الأولى في إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والثالثة في التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين، وكل ذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشاور الدوري فيما بين البلدين، وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة. والوزير يصطحب معه وفد اقتصادي، وتم على هامش الزيارة عقد مجلس الأعمال المصري المولدوفي، ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة.